وإن تجد زوجا وأما ورثا. هذه المسألة تسمى عند الفرضيين بالمشركة والمشتركة والحجرية والحمارية والعمرية. مشركة، مشتركة، حجرية، حمارية، عمرية، يمية، مفهوم؟ أسمع. مسألة، هذه المسألة، صورة المسألة، زوج لا زوجة، المسألة فيها زوج، جمع من الإخوة لأم، جمع زوج وأم أو جدة، وجمع من الإخوة لأم وأخ شقيق فأكثر. صورة المسألة زوج لا زوجة، أم أو جدة لا إشكال، جمع من الإخوة، لو جاءنا أخ أو أخت هذه ليست بمشركة ولا مشتركة، وأخ شقيق فأكثر، ذكر لابد شقيق ذكر فأكثر، مع إناث أو لا. هذه المسألة الزوجة النصف، الأم والجدة السدس لوجود جمع من الإخوة، جمع من الإخوة لأم عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور جمعا، نعم، إذن لهم الثلث. مسألة من ستة، الزوج ثلاثة والأم والجدة السدس واحد، اثنين، الثلث لمن؟ للإخوة لأم. الأشقاء لهم الباقي، الباقي صفر، وخاب عاصب لدى الإتمام، ما بقي شيء. في العام الأول من خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قسم على هذه القسمة، جاء مثل هؤلاء. في العام الثاني من خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه جاء نفس الورثة، يعني نفس صورة المسألة. فاعترض الأشقاء على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، قالوا له: يا أبا، يا أمير المؤمنين، هب افترض أن أبانا حجرا ملقا في اليم، هب أن أبانا أكرمكم الله حمار، ما هو إنسان، الغي الأب هذا، الأب يبعدنا والأم تقربنا من الإرث، هب أن أبانا حجر ملقى في اليم، حجرية، حمارية، مشركة، مشتركة، عمرية، يمية، صح؟ أسمع لها. فاستحسن ذلك أمير المؤمنين وقضى بينهم بالتشريك، مفهوما اشتركوا، لكن يصبح الأخ الشقيق لأم والغنى قرابة الأب. هذه المسألة مرجوحة، ولذلك قلنا لكم أنت تقسم على ما فرض الله، لأن هذه القصة يقال أنها لم تثبت عن عمر رضي الله عنه، وحتى لو ثبتت، بعض العلماء يقول رحمهم الله، لو ثبتت الأصل عندنا الرجوع إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، مفهوم؟ إذا الزوجة النصف، الأم والجدة السدس، الجمع من الإخوة الثلث، صفر للإخوة الأشقاء، ليس لهم شيء، مفهوم؟ نعم. وإن تجد زوجا وأما ورث أو جدة وإخوة لأم حازوا أخذوا الثلث، وإخوة أشقاء ليس لهم شيء، نعم. وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حازوا الثلث وإخوة أيضا لأم وأبي، لكن لا بد أن يكون فيهم ذكر، نعم، واستغرقوا المال، يعني انتهى المال لم يبقى شيء للأشقاء، فاجعل الأشقة إخوة لأم ويشتركوا مع الإخوة لأم، مع الإخوة لأم، نعم. وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب، يعني أخذوا الأنصباء التي لهم، نعم. فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا ملقا في اليم، تلغي الأب وانتهى الأمر، نعم. والصحيح لا، بعد هذا: واجعل أباهم حجرا في اليم، نعم، اقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه المسألة المشركة، مشركة، مشتركة، حجرية، حمارية، عمرية، يمية، يصح، نعم. ومن الدواهي كثرة أسماء الدواهي، من الدواهي كثرة أسماء الدواهي، الأسد داهية يسمى إيش؟ أسماء كثيرة، صح؟ أي نعم. طيب، إذا من الدواهي كثرة أسماء الدواهي، والأشياء التي تستعملها بكثرة لها أسماء كثيرة، لأن تقول أي اسم، صح؟ هات الصحن، هات كذا، هات كذا، نعم. وإن